بيكم أصدقائي الأعزاء، معنا مزيك جميل من نمزيك تحت العمق. صديقتنا الجميلة بسبب إصابتها بالكانسر فقدت أحد ثقايها بالكامل باستخدام طرف صناعي. بتعيش حياتها ابتسامة جميلة، تواجه الإعاقة، تتحدى كل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للبنت القوية، قوة إرادتها وعزيمتها، رفضت الاستسلام لليأس، وقررت تعيش حياتها بالطريقة المناسبة ليها. قوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى الإعاقة، وبتواجهها بكل شجاعة وعزيمة وأسلوب على تخطي أي صعب. أصدقائنا من ذوي الإرادة، قوة إرادتهم وعزيمتهم، أدت حد أي إعاقة.